مشاهدي الايام 24 مرحبا بكم معنا مجددا. احنا الان كنتواجدوا بمنطقه درب السلطان وبالضبط من امام المنزل اللي شهد جريمه قتل. اقل ما يقال عنها هي حادثه او جريمه قتل دون نيه احداثها. جريمه قتل للبطله ديالها، واحد الطفله اللي عندها 17 سنه واللي ماتت على ايد الام ديالها. كاينين بزاف ديال الاقاويل، كاينين بزاف ديال الحقائق، خليكم معنا غنعرفوهم على لسان الجيران ديالهم. تابعوا معنا. ما صبرناش، ما عرفناش، كنسمعوا غير من الجيران ومن عباد الله اللي كانوا حاضرين، والعلم لله ما كناش، ما كنتش نجي عندهم، فهمتيني، ما كنتش نجي عندهم حيت انا كان عندي مشكل مع مراته. هي كانت عايشه مع ولادها شويه، معيشه راه حاله المسكين راه هي هذيك، والمعيشه ديالها راه هي كنت تبيع الديطاي كارو داكشي، وكاين شي محسنين هنا في قيصريه وداكشي يتعاونوا مع داكشي، وهي على ما تيقولوا حنا ما حضرناش حيت داكشي خلي داكشي. الناس تيقولوا بانه كانت مهليه في ولادها، ما كانتش مكرفصه عليهم، هذا هو اللي كاين. بهراتي راه معاهم هنايا، هو مفروق عليهم يعني كيشوفهم، راه ديما معاهم، هو راه ساكنه هنا راه قريبه، هو ساكنه في الزنقه 25، بنيته الوليدات كاع ضريفين بالاخص الحمزه دابا تبارك الله راه في الباكو ومشى بعيد. اختي تنقول لك ما ماشي في النيه ديالها، راه الانسان راه ما عمره غيقتل ولده، راه الحيوان تيشوف ولده غادي في الخطر تيهزو تيحيدو من ذاك الخطر، واش الكبده ديالو ما يمكنش ليها وهي مهليه فيها غيكون خطا، والعلم ولكن عندها شي مرض ديال العصب. والبنت اش نقول لك، درويشه مخلقه، درويشه درويشه درويشه، اختي ما نكذبش عليك، الله يرحمها ويغفر لها في هذا النهار، انا لله وانا اليه راجعون. 28 عام وانا فات القنت، هذه المراه عمرني ما شفت فيها شي حاجه خايبه. هذه المراه الله يعمرها دار، هذه المراه عزازين عليها ولادها، تشردت عليهم، طلقت عليهم، خدمت عليهم، تكرفصت عليهم، تمحنت عليهم. بنتها كتقول لك ما تخليهاش تحط يدها في المبارد، كطيب وتعطيها، كتجي تبرك هنا تقربوا في اولادها وكتمشي عندهم، كتخلينا حاضرين لها وكتمشي. هاد السيده انا ما ظنيتش غدير ولادها بحال هكا، ما ظنيتش هاد البنت غديرها بحال هكا. انا ملي سمعتها تفاجئت، انا سمعتها تسطيت، ما نكذبش عليك، العشاء ما تعشيتوش، ما نكذبش عليك. هاد السيده ظلمت، ظلمت مع بنتها. هاد السيده كل السوق كيشهد بها، غاديه بميكات فيهم الخضره، فيهم الحليب، فيهم باريزيان، فيهم الفرماج، فيهم مرتدينا، فيهم كل شيء. في غاديه فوزيه، غادا ندير ولادي فطور وما نطيب لهم غداهم ونجي، ديما دايره بالها مع ولادها، ما هي من لابسني، ما هي من الضحكي، ما هي ديما مسكينه تبكي هنايا وقاعده. قالت لك ولدي عنده الباك، قالت لك طالع الباك وما تصدم ليها، ما كيخدم، ما خارج، ما قالت لك الا ما عطيتوش ياكل ما ياكلش، واخا يبقى سيمانه. انا براسي كنبكي معاه، ملي كنشوفها كتبكي كنبكي معاه. ولا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا كنطلب هاد المراه الله يخفو عليها، كنطلب هاد المراه الله يخفف عليها، وهذيك الدريه الله يرحمها ويوسع عليها. السبب لا اله الا الله، لا اله الا الله. اختي كنعرفوا بان الام مهليه في بنتها، ما يمكنش تقتل الام بنتها، غير الافات وقعات وجات الموت على يديها وصافي، مهليه في ولادها، ضاربه عليها تماره هنا، اللي غيقرب لها الوجدان بحال ما عاد شنو قرب لها، زعما مهليه فيها. الحاجه اللي ما مستطاعتهاش تشريها لها كتشريها لها، زعما مهليه فيها. عندها ثلاثه، عندها واحد في السجن وعندها جوج ولاد، واحد في الباك مسكين هو اللي باقيها، هو حتى هو مسكين مرض نفسيا، وهذيك الدريه اللي ماتت لها وجدان، دريه باقا في المراهقه باغا تلعب، وهي كتقول لها دخلي، كتنهيها، كانت باغا تخرج قالت لها ما تخرجيش، قالت لها لا نخرج، قالت لها لا ما تخرجيش، دارت لها بحال دوزي تريحي، طاحت الدريه سقفات. دارت لها هكايا جراتها، قالت لها دوزي تريحي، طاحت الدريه حقاش ازماتيك كدير. جاو عيطت للامبيلونس، جا واحد الطبيب طلعاته شافها قال لها راه ماتت، جات الامبيلونس مشات معاهم للسبيطار، قالت لهم انا اللي قتلتها، وهي مسكينه في الكآبة هاد السيده هادي، يعني ماشي هي اللي قتلتها، الدريه طاحت ماتت. هي كتقول لهم انا اللي قتلتها. جاتنا اختي الصدمه بزاف، باقي نصدموا من دابا بان الدريه بحال بنتنا، كبرات معانا، كلشي كان في رمضان كانوا كيباتوا معايا، كان جاري على راجلها من البيت، كانت شهر ويا هنايا مسكينه. يلاه جاو هذوك الناس طلعوها لبيتها وداك الشيء، تطرا هذا الشيء هذا. قالت لي من الشرجم خديجه،
عيطت لي الطافه جاره، عيطت لي من الشرجم. قلت لها مالكي؟ قالت لي لا والو والو، عيطي لي الطافه. وهي مسكينه راه كتشمتم ديك الساعه، منين طلعت هذه جارها، طلعت هذيك سعيده، طلعت معاها واحد الطبيب قلبها، قال لها الدريه ماتت، قوى صفار تزراقت ماتت، ما فيها والو حتى شي حاجه. قلب هذاك الطبيب صافي، عيطوا لومبيلونس مشات معاهم، قالت لهم راه انا اللي قجيتها. كيفاش كانت الحاله؟ اكتئاب، باغا تمشي للحبس ولا باغا تموت، هذه هي الهضره اللي تتقول فمها. كانت باغا نداني تاخذ الدواء، كتجي عندي انا كنشرب الدواء، كتقول لي اعطيني الدواء نشربه باغا ننعس. كتشرب مسكينه الدواء، ما بقاش كتخرج، كتخرج تبيع الكار وما بقاش تخرج. بنتها تقول لها راهي مع الدراري، راهي هنايا، راهي سهرانه. قالت لها بركي، بغات فهمتي، قالت لها بركي ما تخرجيش. قالت لها لا نخرج. قالت لها والله ما تخرجي. دفعتها فحال هكا طاحت الدريه غيبت ماتت. وجدان دريه في المراهقه بخير، ضحك مسكينه في دريه في المراهقه حاضيه شرافها، كانت الدور فكاي مع الدراري ولا الدرب تريح مادو مادو، ولكن بخير ما فيها لا فساد لا حتى شي حاجه. دارهم حاجه اللي فيها كتبقى بالليل سهرانه في التليفون وباركه في الزنقه، هادشي اللي فيها، اما ما فيها لا فساد لا حتى شي حاجه. هذه افات وقعات وجات على يد هذيك السيده. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.